بكم إلى موجز نشرة الظهيرة على قناة الحدث الإفريقي. أقر رئيس نادي أنجيه الفرنسي لكرة القدم سعيد شعبان أنه سيكون من الصعب عليه الإبقاء على لاعبيه الدوليين المغربيين عز الدين الناحي وسفيان بوفال بعد تألقهما في مونديال قطر، حيث سيلتقي منتخب بلادهما مع فرنسا في نصف النهائي الأربعاء المقبل. وقال شعبان: نحن نستعد لكل شيء، لقد عقدنا اجتماعا بعد ظهر الأحد مع المدرب والمنسق الرياضي لمحاولة النظر في كل السيناريوهات المحتملة، ومن المرجح أن يرحل اللاعبان خلال فترة الانتقالات الشتوية التي تفتح في يناير أو الصيفية في يونيو. ويتألق أناحي والذي وصفه رئيسه بغني الموهبة مع منتخب بلاده في مونديال قطر، ويعتبر أحد ركائزه الأساسية في خط الوسط. وذكرت صحيفة ديبورتيفو الإسبانية أن برشلونة مهتم بخدماته هذا الشتاء لإراحة أو حتى منافسة واعديه جافي وبيدري. واعترف شعبان لإذاعة مونتي كارلو بتلقيه بعض الاتصالات للاستفسار عن الدوليين المغربيين، وأضاف: أنتم تعلمون جيدا أنه لا يمكن أبدا كبح أي لاعب يريد الرحيل، معربا عن فخره لوجود اثنين من لاعبي النادي في صفوف منتخب بنصف نهائي كأس العالم 2022، دون نسيان قائد أسود الأطلس وقطب دفاع بشيكتاش التركي حاليا رومان سايس الذي سبق له الدفاع عن ألوان أنجيه سابقا. ذكرت وكالة الأناضول للأنباء الاثنين بأن المغربي عز الدين الناحي أصبح مطلبا للعديد من الأندية الأوروبية الكبرى بعد تألقه اللافت مع أسود الأطلس في مونديال قطر 2022. وأشارت وكالة الأنباء الرسمية في تركيا إلى أن نادي أتلتيكو مدريد وإشبيليا الإسبانيين يراقبان أناحي منذ بداية المونديال، وبات حاليا من أشد المتنافسين على ضمه. وأضافت أن متوسط ميدان المنتخب المغربي يحظى بمتابعة كبيرة من جانب أندية تورينو وفيورنتينا في سيري ألف، وكذلك من نادي ليل في الدوري الفرنسي. كما انضمت برشلونة للراغبين بالتعاقد مع أناحي الذي لفت الأنظار له بمستواه المميز الذي يتيح له اللعب في أكبر الأندية الأوروبية وفقا للأناضول. من جهة أخرى أشارت الوكالة إلى أن عز الدين أناحي قد نال شهادة واعتراف مدرب المنتخب الإسباني لويس إنريكي بعد مباراة المغرب وإسبانيا، إذ قال عنه: أكثر من فاجأني هو اللاعب رقم 8، وأسف لأنني لا أعرف اسمه، يا إلهي من أين أتى هذا الفتى، كان يلعب بطريقة رائعة ولم يتوقف عن الركض أبدا، فاجأني بمستواه الرائع. منح البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية الاثنين قرضا بقيمة 100 مليون يورو إلى شركة ميناء الناظور غرب المتوسط من أجل بناء هذا الميناء في الجهة الشرقية. وذكر بلاغ للمؤسسة التي تتخذ من لندن مقرا لها أن هذا القرض هو دفعة جديدة بموجب اتفاقية قرض بقيمة 200 مليون يورو من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تم توقيعها في عام 2015. وأكد البنك أن ميناء الناظور غرب المتوسط الذي يندرج في إطار مخطط تنموي أوسع للجهة الشرقية سيساهم بشكل مباشر في تقليص الفوارق الترابية ودعم التنمية الاقتصادية للمنطقة وتحسين الولوج الإقليمي إلى البنية التحتية. انتهى موعدنا الإخباري لهذه الظهيرة، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.